امبارح في الأقصر تم تسليم 300 مركب صيد في أكبر مبادرة لدعم صغار الصيادين بأربع محافظات بصعيد مصر، ده طبعا في إطار مبادرة بر أمان واللي بتهدف لتعزيز قدرات صغار الصيادين على العمل بشكل آمن. خلونا نتعرف مع حضراتكم أكتر عن تفاصيل مبادرة بر أمان مع الأستاذ محمد حسين، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر. بنصبح على حضرتك أستاذ محمد. أهلا يا فندم، صباح الفل، صباح الورد، صباح الجمال. حابين نعرف كده الساده المشاهدين، نتكلم ايه تفاصيل تسليم 300 مركب من الصيادين وتنفيذ المبادره الخاصه ببر امان، بتتم ازاي اختيار المستفيدين منها؟ تمام يا فندم، هو طبعا زي ما تفضلت حضرتك ده في اطار مبادره بر امان اللي اطلقها فخامه رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويضم التحالف الوطني لدعم العمل الاهلي التنموي. شرفتنا امبارح مع الوزير الدكتور نفيل القباج لتسليم 300 مركب لمحافظة قنا وأسوان والوادي الجديد والأقصر. الاختيار بيتم عن طريق ان احنا بنعمل ننزل الباحثين بتوع التضامن الاجتماعي بينزلوا يعملوا يشوفوا الصيادين دول فين مقرهم في قرى محافظة الأقصر مثلا، بنشوفوا بنراجع الرخص بتاعتهم، هل هو عنده رخصة صيد او ما عندوش رخصة، هل عنده مركب قديم او شغال مثلا بيصطاد كده بالشبك باليد. بيتم عمل دراسة حالة وافية للمواطن ومدى استحقاقه عشان يكون هو أكثر استحقاقا وأكثر احتياجا لمركب الصيد. كمان المؤسسة اللي بتدعم اللي بتدي الحاجة دي مؤسسة صناع الخير، بتنزل برضه باحثينها بيراجعوا نفس الكلام على نفس الأبحاث وبيتابعوا الموضوع تاني، وبناء عليه بيتم اختيار الصيادين على هذا الأساس. طيب يا فندم، بشكل عام يعني مبادرة بر أمان بتستهدف العدد المستهدف من خلال هذه المبادرة قد إيه؟ هو احنا عندنا هو طبعا 648 على مستوى الجمهورية المرحلة الثانية، احنا لغاية دلوقتي شغالين حوالي 40,000 مركب طبعا في النيل، المراكب صيد صغيرة يعني في صغار الصيادين دول في النيل أو البحيرات في الوادي الجديد مثلا وفي بعض المحافظات. المبادره لغايه دلوقتي وصلت حوالي 40,000 مركب، والمرحله دي على مستوى الجمهوريه بتسلم الوزاره حوالي 648. احنا لينا نصيب حاليا في المرحله دي 300 مركب كصعيد، يعني تم تسليمه امبارح بالامس لاخواتنا الصيادين في محافظه الاقصر، كان حدث جميل وعظيم يعني. زي ما احنا متابعين على الشاشه طبعا حدث مهم ومختلف كمان، وبيقدم سبل عيش كريم لاهلنا الصيادين في الاقصر وفي عدد من المحافظات. انا عايز اسال حضرتك هنا الجهات المشاركه مع حضراتكم، لانه في نشاط للمجتمع المدني بشكل كبير في هذه المبادره، مبادره بر امان. هي طبعا المبادره بتقوم من خلال التحالف الوطني لدعم العهد التنموي اللي هو بيضم الجمعيات الكبيره في مصر ومعها جمعيات قاعديه في معظم المحافظات، بالاضافه الى مشاركه قويه من القطاع الخاص معنا برضو في تقديم الدعم والعون في تقديم المراكب لاخواتنا الصيادين. كمان عايز اضيف حاجه ان احنا الصيادين بيتم التامين عليهم، وعندنا في الاقصر منظومه التامين الشامل، التامين الصحي الشامل، برضو بيكون لهم نصيب في منظومه التامين الصحي الشامل للصيادين اللي بياخدوا المراكب. يعني الدولة صراحة بتقدم رعاية قوية جدا لاخواتنا الصيادين من خلال مبادرة بر أمان. يعني احنا كده يعني على مستوى الجمهورية في عدد ضخم يعتبر اللي أخذ المراكب، يعني معظم يعتبر يمكن 80% من الصيادين في مصر حصلوا على مراكب صغيرة للصيد في النيل والبحيرات. طيب يعني خليني اعرف من حضرتك اكتر يا استاذ محمد، ايه كمان اوجه الدعم او ايه كمان المساعدات اللي بتقدم بجانب تسليمهم لهذه المراكب؟ هي المراكب كصياد، هو المراكب بيستفاد من كل عده الصيد يا فندم، ياخدها يعني مركب الصيد وعده الصيد، مركب الصيد وعده الصيد اللي هي الشبك والكذلك كده بيتلبس في الرجل لمؤاخذه يعني، وحاجات كتير يعني حاجات كل الحاجات اللي تخصه كصياد. يعني كل الحاجات اللي بتخص الصياد، بالاضافه يعني طبعا احنا كوزاره التضامن في الرعايه الدائمه من ضمن الحمايه، برامج الحمايه الاجتماعيه بيتقدم له برامج تكافل وكرامه، برنامج فرصه بيدعم برضه، يعني كل برامج الحمايه الاجتماعيه موجهه لاخواتنا على مستوى الجمهوريه من اخواتنا المحتاجين. يعني هل بيتم مساعدتهم في تسويق السمك، في تخزين السمك؟ طبعا بيتم مساعدتهم، والى جانب ان هم اصلا يعني اصلا هم تجار برضو، والسمك يعني طبعا عليه طلب، يعني هو مش محتاج تسويق قوي، يعني السمك اساسا عليه طلب في اكثر من حلقه سمك في محافظه الاقصر،
بيتم التواصل معاها، وفي اصلا رعايه برضه من مع الوزير محافظ الاقصر لعمليه متابعه الامور دي مع الصيادين. جميل. طبعا ده جهود بوزاره التضامن الاجتماعي، واحنا شفنا كمان يعني فرحه اهلنا الصيادين في الاقصر وهم بيتلقوا هذه المراكب وبداوا، لانه فعلا انت بتنشط مره اخرى حياتهم ونشاطهم المباشر، يعني لقمه عيشهم زي ما بيقولوا. نعم. في الصيد. نعم. طب انا عايز اسال حضرتك، لانه برضه وزاره التضامن الاجتماعي بتعمل مظله كده اجتماعيه لهؤلاء الصيادين، مش بس بتقدم ليهم فرص العمل او المراكب اللي بيشتغلوا عليها، لكن كمان بيبقى في شهادات خاصه للتامين. شهادات امان. التامين طبعا والامان، لانه انا بامن عليه ضد المخاطر وضد مخاطر العمل بشكل كبير، وطبعا المخاطر الاخرى الحياتيه. تمام فندم، طبعا بيتم التامين عليه، وهي احسن احد الشركاء الاقوياء معنا في التحالف الوطني ومع مؤسسه صناع الخير، احدى شركات التامين القويه في مصر، داخله برضه معانا بتعمل شهادات التامين لاخواتنا الصيادين، بالاضافه الى طبعا التامين بتوفر لهم تامين شامل، يعني من تامين رعايه صحيه شامله، بالاضافه الى التامين العادي، يعني اللي يتامن على الصياد كتامين ومعاشات، يعني على المستقبل انا على سلسله الصياد اصلا مهنه شاقه، يعني على مسافه ما يكون كبر كده على 60 سنه يكون متوفر له الحصول على معاش. كمان مهنه ما فيهاش انتظام للعمل، يعني مش منتظمه برضه، فلازم انا اوفر له يعني بالزبط. لو حصل اي مخاطر تعرض اليها او حاجه. بالظبط، فما هو بيتامن عليه في منظومه التامين الصحي الشامل، يعني بخش في منظومه التامين الصحي الشامل المطبق عندنا في الاقصر وفي بورسعيد، كنا من اولى المحافظات في منظومه التامين الصحي الشامل. فالصيادين كلهم التوجيهات كانت من معالي الوزير انهم كلهم يتم دمجهم في منظومه التامين الصحي الشامل محافظه الاقصر. طب يا فندم، خلينا نعرف من حضرتك برضو ايه هي اليه المتابعه بعد التسليم مركب الصيد وعده الصيد ايضا، وكمان لو في حد عايز يتقدم للاستفاده من هذه المبادره، ايه المطلوب منه؟ احنا اللي بيتقدم لمدير التضامن الاجتماعي في الاقصر، واحنا بننزل نعمل له بحث ونتاكد من بياناته ونتاكد انه معاه رخصه صيد وصياد فعلا. وبيتقدم لاحدى المؤسسات الاهليه القويه التابعه للتحالف الوطني، سواء كانت مؤسسه صنع الخير او غيرها، بنعرض عليه انه عندنا مجموعه صيادين، مثلا عندنا 100 صياد 200 صياد تم دراسه حالتهم وهم مستحقين ومحتاجين فعلا مراكب صيد، وبناء عليه بتنزل المؤسسه دي بتعمل برضه هي دراسه تاني للحاله وبتتاكد من صحه البيانات وبتتاكد من ان الصيادين دول متواجدين فعلا ومحتاجين فعلا للمراكب، وبناء عليه بيتم تقديم المراكب في حدث اخر برضه، يعني السنه دي في اكثر من حدث ان شاء الله، او على السنه على بدايه العام القادم لتسليم اخواتنا الصيادين، واحنا حاليا برضه شغالين على صيادين جداد برضه بنعمل دراسات حاله ليهم على اساس نتابع بياناتهم ونتاكد من معاه رخصه صيد وكده ومسموح له بالصيد. وبناء عليه برضه بنعمل بحث وافي للمواطن. صحيح. وبيتقدم لاحد المؤسسات يعني الاهليه التابعه للتحالف الوطني لدعم العمل الاهلي التنموي على اساس تقدم له المراكب الصيد الصغيره ان شاء الله. نشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ محمد حسين، مدير مديريه التضامن الاجتماعي بمحافظه الاقصر، شكرا لحضرتك يا فندم.